أزل فيلم أمينة زولك في لغدة ولين غارتي هذا من زوني سأل لنا سمازيغ غف في لزرين النهار دي تزورا نفذوس الحالة جناوث ميديا خبر وسقا منتنيني وتذكن هذه اللي وفور وزن 15 ميليمتر غف تمناضين وسامر نوت مورث سيد سعقيد بوسن الحادة لماذا الفجر نوز قال ثنين الولاية ثعنة مسلت سكيك دا النافا قلما قسنطينة يقوذ طرف كالنت ولي ذي ثولة في نجيه نعدي غير الولاية المدية عند إغالان جدر ميان أراند وغن 150 تم زليوين ديلان ذي الغيافات زديش ويلا دوايا سلمي وفان سينني موسان تمزلا إلى سفرة ذي سدرايا ذي بني سلمان سليمان سل أنا ذي ديلان عند يفان ذي مزلا تغسي وين أنت مزلا ذي موسان تمزلا إلى القانون والديني غالان جدر ميان أنا ذي يقوذ ثلاثة يمذان إلى نتفير ثالوف ثاكي تكسنت النظام الذي يظل ذي الولاية تيزي وزوث مليليث بول مود النت غامسة غفوسنا نينو سيدجو وغار فارانت مورث وحضلان ذي تمليليثاكي عطاس بوذي قدشان ذك حريش نتدامسة إلا نسعان ثرميث نو سيدجو ومقران يعويقان ذك مشوارنسان وذهورا مسليا يكوذ الوالي وذا غانا نمهال نجارة ذي نمثال بغني في مجارة يكوذ ذي نمهال نك حريش يمجارة ذن وثغالد سوايا صفيا باردان Malheureusement, il n'y a pas d'accompagnement à l'étranger, les pays africains. On a sol des noms, c'est-à-dire maintenant, depuis 2019. On espère bien fournir vos lignes. On passe à l'action à Rouen-Nigon. Nos responsables essayent de promouvoir les produits locaux en dehors des produits hydrocarbures, des rentrées hydrocarbures. Donc, surtout Tizi Ouzou, elle est connue pour son artisanat. Donc, je pense que c'est un produit à promouvoir. قمنا بتنصيب اللجنة اللي متكلفة بطبعا متابعة هذا الملف وطلبنا من كل المتعاملين باش أول يعني هيئة اللي تقدموا لها لما يكون عندهم ربما صعوبات ولا لما ما يفهموش ربما بعض الإجراءات اللي لابد باش يتخذوها أنهم يتصلوا بهذه الهيئة اللي يشرف عليها السيد مدير التجارة على مستوى المحلي. فيها أيضا مؤخرا باخرة لمتعامل اقتصادي سوف تشتغل على خط فرنسا الجزائر وموريتانيا سوف تكون أول عملية لها يوم 12 فيه أيضا مشاريع أخرى تتعلق بلوكول وارفير مثلا رايحين أيضا نناقشوا هذه المشكلة أو هذا لوكول وارفير مع المصالح المعنية اللي هي أيضا الجمارك الجزائرية نشتغلوا أيضا على لوغيشي يونيك افيك للدوان الجيريان أنسى لي سلولي المنيعة عندما زال المزيان طفن دقو الدال انتانا شاد جان الجدود ويوغال سن ذا سيار ديث مناضين بنزول وذين ردن والدي توريق ثان عاصم بخاري في ثوين نوفنداير يقذ الفارود يقذ جدعان تاليني المزيان يتوشف حنس ولا لنا من سيان ماذا منا يتروسو اشتضان لان تروسو الجدود ذي ثانكا وثوط فادوك سردون التمن زوث نت منزا الحصان باش يكون جاهز للفانتازيا يلزم يكون عنده فاس عنده راس ودير وستارة طرحة نحطوها هي الأولى عاود نحطو العظام فوق عاود العظام يشدوا الحزام عاود الحزام هاي وانا ركاب وانت تحط كراعيك وتشد روح وسطارة الديل الراس القلادة العرصة هذه الولاك المزيان ديت من نظينا كين الصحراء غروة دال تنشا يكوذة فانتازيث وذا غندو درت تاليثة تلغو غال الجدود يقيم من قمزروي ثغال ذاتكار ديت من نظينا بونزول بسم الله مرتهيت وعلى قلبي صلي جرح باب شوف بدات الخطره الاولى يعني بفارس وفارسين وثلاثه واليوم ولات الحمد لله فاقت ال 50 60 فارس عندنا في المنطقه هذه يعني هذا النشاط هذا
حفز جميع الشباب ولو ينخرطوا في هذه الجمعيه، ولو انه ضعف الامكانيات نتاعهم ما كانش مازال بدائيه، مازال امور بدائيه، ولكن الظروف سمحت لهم انهم يكونوا فريق وينشطوا وتحمسوا ولو دايرين مع بعضهم نشاط كبير ما شاء الله. غيروا جميع زروه الفاتليسي لاقوس حفيفر فلاس يقدم دوب وفوذ إيجراوان يجفن ويجي يطفن دق النار غفي ذليس اللقفيل يقدم ذوذ يدران لثالثة يزرين ذي صحلة يرجع شقسيل مولاه اللي يهجن المجن منزل واللي يبقي الزواج يتبع بنت الصيل واللي يخص الشباب الأفعال تكلم مل وبنت الخيمة ترجلك لو كنت ذليل. هيك انا اللي نصوت جديد ونغار ثقال انا نسال نسمع زي خدنا على تلك النظام غار امين.